الندوة الصحفية المخصصة لتقديم تقرير موازي للتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل. التقرير الموازي اللي تقدمت به المنظمه المغربيه بالتنسيق مع هذه الجمعيات وهذه المؤسسه اللي تكلمت عليها تنعتمدوا فيه منهجيه توصيفيه اساسيه كتنبني على ثلاث اطارات اساسيه. الاطار الاول هو الاطار ديال التدابير والاجراءات اللي اتخذتها الحكومه في حقل من حقوق الانسان، مثلا شنو قامت الحكومه في حق فيما يتعلق بالتعليم، شنو قامت الحكومه فيما يتعلق بالصحه، شنو. الاطار الثاني اللي اعتمدنا عليه هو توضيح الاختلالات، بمعنى انه على الرغم من وجود هذه الاجراءات المؤسسيه، على الرغم من وجود هذه الاطارات القانونيه، فهناك اختلالات، هناك ملاحظات. الاطار الثالث هو التوصيات اللي تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في إطار تقريرها الموازي بمناسبة تقرير الاستعراض الدولي الشامل في إطار الجولة الرابعة اللي تقدمت به الحكومة. هذا بشكل مركز وأساسي. اعتمدنا في هذا التقرير مجموعة من الحقوق، وكذلك من مجموعة من 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 من, من يعني المسائل المتعلقة بالفئات. فالتقرير الموازي ديال المنظمة اعتمدنا فيه في إطار توصيات عامة كتحق تنحتو الحكومة المغربية بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لما له من مزايا أساسية، من أهمها هو يعني تمكين المواطن من الولوج للعدالة والانتصاف إلى غير ذلك. هناك حقوق أخرى اللي تكلمنا عليها هي حق التعليم، حق الصحة، حق الشغل، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الثقافية، وهناك حقوق أخرى تهم فئات، حق المرأة، حقوق الطفل، وحقوق المهاجرين. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وأنتم تعرفون مواقفها فيما يتعلق بالمهاجرين، كل حيث يمس المهاجر فالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يعني لا تحبده، على أساس أن للمهاجرين حقوق، وأن الحكومة المغربية تشتغل بكل مصداقية وبكل معقولية في اتخاذ كل إجراءات اللي من شأنها حل مشكل حقوقي بالنسبة للمهاجرين. Yeah, no, no, no.